ربما الحصيلة في ارتفاع مستمر، 1359 إصابة، 8 وفيات خلال 24 ساعة الماضية، إضافة على ذلك قرارات مهمة من طرف رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة 10 أيام. المشكلة اليوم دكتور هو الانتشار الرهيب لهذا الفيروس وبسرعة كبيرة، خاصة في مدارسنا. اليوم الأطفال متواجدون بمصلحة الاستشفاء وبالمصالح الاستشفائية. الإشكالية اليوم الوقاية معروف كيف ستكون، لكن الوضع لا يزال يتدهور في الجزائر من جانب كوفيد 19. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ بلال، أنا الشيء هذا ما نستغربوش منه، قلنا عدة مرات وقلنا عندكم في القناة، هذه نتيجة منطقية لعدم احترام منذ شهور منذ أسابيع الأخيرة لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية وعدم الذهاب إلى التلقيح. إذا هذه نتيجة حتمية، وخاصة مع ظهور الأوميكرون. والأوميكرون أنا أشوفه وش راح صاير في البلدان الأخرى اللي عنده الخصوصية تاعو عدوى كبيرة، هو أقل ضرر ولكن يعدي كثير. إذا مادام ما نطبقوش الإجراءات الوقائية، هذه الحصيلة والحصيلة اللي ذكرتها بعيدة كثير على الواقع، لأنه الأغلب عدد كبير من التحاليل ما هيش تلحق لوزارة الصحة اللي راهي تدار في القطاع الخاص، اللي راهي تدار حتى الناس دروك يديروا التيست أنتيجينيك هذو تلقاهم يديروا داروا في المستشفيات، يداروا في الديار، يداروا بلا ما يكونوا في الحسبان. إذا العدد نغضوا الأربع إلى خمس مرات أكثر من الشيء اللي رانا نشوفه، هذا خاصة مع القضية الأوميكرون. إذا نتيجة حتمية للأسف الشيء اللي قلناه عدة مرات. الآن رانا في وضعية كما يقولوا مشتركة ما بين الدلتا والأوميكرون. عدنا عدد كبير في المستشفيات اللي هي حد حالات خطيرة وتطلب الأكسجين هذا الدلتا، ورانا ما نشف الحالة تاع الموجة الثالثة تاع جوية اللي كانت فيها غير الدلتا وكانت في حالات خطيرة وأموات كثيرة، ولكن راه ارتفاع كبير في عدة أسابيع، رانا أكثر من ثلثي حتى 80% من قدرات المستشفيات راهي مملوءة، خاصة نعاود نقول بالحالة تاع الدلتا. أما الحالة تاع الأوميكرون اللي قلتوا اللي راه انتشر كثير وكل الأعمار حتى الرضع في كل الأعمار، تلقى عائلات أكل مقيسة بالولاد صغار، ورحنا نفسروا القضية نتاع القرار نتاع مجلس الوزراء مع السيد رئيس الجمهورية أمس. إذا هذاك هذا الانتشار تاع الأوميكرون أدى إلى ضغط كبير في الاستعجالات. فتنا مثلا، نعطيك مثال، احنا مثلا في مستشفى بوريك منذ عندنا اسبوع كان 40 الى 45 استشاره في الاستعجالات في 24 ساعه. هل منذ من الجمعه لهنا اكثر من 150 مواطن يجون الاستعجالات. هذا كما يقولوا دليل على الانتشار الرهيب بالنسبه لهذه الحالات. ولكن نذكر أغلبية الحالات هذا في هي حالات بسيطة أو متوسطة، والخطر الآخر الأخ بلال هو أن الضغط كبير على المؤسسات الصحية منذ سنتين، ما نساوش منذ فبراير 2020. حاليا هذاك الضغط أدى أيضا إلى ومع عدوى نتاع المهني الصحة، رانا المصالح راهي فرغت بالنسبة لأنه هذا الأطباء وهذا الممرضين اللي راهم تقاسوا خاصة في الأسبوع هذا اللي فات، هذا أدى إلى اضطراب كبير في المصالح. والخطر هنا أن ما نلقاوش المهني الصحة اللي راح يواجهوا هذه الموجة. هذا هو المشكل اللي رانا عايشينه حاليا بالنسبة للمتحور الأوميكرون اللي راه ياخذ كمنتظر ياخذ الأغلبية تدريجيا، وراح هو كل أغلبية في الأيام المقبلة.
دكتور، ربما سؤال مطروح اليوم في ظل هذه الفترة القصيرة، ارتفاع رهيب لعدد الإصابات، هل المؤسسات الاستشفائية قادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى؟ كما قلت لك الأخ بلال، القضية مش في الأسرة، هذوك الحالات قلت لك الخطيرة تاع الدلتا لحد الآن رانا قادرين لحد الآن، ولكن مش قادرين بمن؟ قادرين بمن؟ قادرين المهنيين، راني قلت لك راه واحد مر واحد يطيحوا. المشكل هنا شكون حيقابل هذا الموجات هذه؟ وكان ما يكونش فيه كما يقولوا لازم يكون فيه تدعيم، وحتى التدعيم المستشفيات كلها راهي مقيوسه. الخطر راه لهنا، الخطر مش في المواطنين اللي راحين يجيو. راني قلت لك كان انفجار في هذا الاسبوع هذا، ولكن الانفجار هذا حتى داخل مهني الصحه. نعطيك على سبيل المثال، بغيت نعطيك بسبب المثال، في احنا في مصلحه مرجعيه في مستشفى بوفارك، مصلحه مرجعيه للامراض المعديه لكل ولايه البلاده والولايات الوسط، في اقل من 5 ايام 7 اطباء اخصائيين وعامين و7 ممرضين في اقل من 5 ايام. تعطيك نظره، وكل المصالح عندنا في المستشفى، وكل في المستشفى مصالح عندنا في الطب الداخلي، في الجراحه، في الاداره، في التقنين، كل ما تقاست. وكي يقولوا تقاست واش معناتها؟ معناتها هذا المهنيين رايحين ياخذوا عطل مرضيه، عطل مرضيه، اذا راح تنحيهم من 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 البرنامج نتاع العمل. المشكله راه هنا، المشكله رانا في ازمه كبيره بالنسبه لمهني الصحه، زياده على هذا الانفجار نتاع الحالات. جميل. الاطفال في المستشفيات اليوم دكتور، هل ستلجأ الوزارة، وزارة الصحة أو قطاع الصحة في حد ذاته إلى تلقيح الأطفال؟ لا، هذا شيء العدوى الأطفال والتلقيح شيء كما يقولوا مسألتين مختلفتين. العدوى احنا قلنا في الأوميكرون هذا لاحظنا في كل بلدان تاع العالم باللي الأوميكرون هذا أكثر عدوى، أقل ضرر، والخصوصية يقيس كل الأعمار حتى قلت لك الأطفال الصغار والرضع. وحاليا رايح كاين موجة كبيرة عند الأطفال في العالم، وبعد لحقتنا احنا الجزائر، وهذا ما نستغربوش كي نلقاو عدد كبير في المدارس نتاعنا اللي تقاسوا زيادة على الكبار قلت لك المعلمين، عدد كبير من الأطفال. ولكن التلقيح شيء آخر. التلقيح لاحظنا باللي لحد الآن المنظمة العامة قررت وصادقت منذ شهور على التلقيح نتاع المراهقين من 12 الى 18 سنه، اللي خاصه مع الدلتا، لانه الاوميكرو ما يستدعيش هذاك الشيء خاصه مع الدلتا. ولكن تلقيح من 5 الى 11 سنه بعض البلدان كما الولايات المتحده وبعض البلدان القليله اللي قررتوا، ولكن لحد الان ما فيش كما يقولوا اتفاق عالمي مع المدرسة الصحية لتلقيح الأطفال. إذا المشكل مش في التلقيح، أنا قلت لك بالنسبة للأولاد الصغار القضية راهي قضية في احترام الإجراءات الوقاية أمام هذا الزحف الكبير بالنسبة للسلالة المتحورة وخاصة الأوميكرون. شكرا جزيلا لك دكتور محمد يوسفي، رئيس الجمعية الجزائرية للأمراض المعدية، كنت معي عبر الهاتف في هذا الملف، شكرا جزيلا لك. يلجأ